في كل يوم تقريبا تمر بنا عبارات من نوع هذا عبقري، هذاك مجتهد، هما الوصفان اللذان يرافقان الإبداع دائما. بالفعل، لكن في مشكلة في الموضوع. المشكلة وفي نظر الناس تحديدا هو على ما يبدو تحيز الناس للمبدع أو الموهوب الفطري على حساب الشخص المجتهد، وذلك بحسب دراسة نطرحها معكم اليوم. لنفس الموضوع طبعا ونفسر هذا الموضوع أكثر، الناس عادة يميلون إلى تقدير العبقري بالفطرة أكثر من ميلهم لتقدير الذي يتعب ويجتهد ليكون مبدعا ومؤثرا. وفي هذه اللحظة مشاهدينا ينسى الكثيرون أن النجاح يأتي من مزج الموهبة بالمثابرة، فالإثنان مكملان لبعضهما بحسب الكثير من المبدعين. لا ننسى أن توماس أديسون أحد أشهر العلماء قال يوما بأن العبقرية هي 1% إلهام و 99% اجتهاد. حبيت هذه المقولة، بس في النهاية مشاهدينا إبداع أو اجتهاد، المهم الإنجاز والنتيجة في النهاية، والمهم أكثر أنه نسمع التفاصيل مع زميلتنا لميس. تفضلي يا لميس. شكرا لكما. إذن الناس يحترمون الموهوب أكثر من الشخص المجتهد، وهذا فسرناه قبل قليل بفكرة التحيز الطبيعي، فما تفاصيله؟ يقول علماء النفس أن الوعي داخل الإنسان يفضل الفطرة على التأسيس، وهنا تبدأ فكرة تفضيل الموهبة على الشخص المنجز المجد. المنطق الذي يعتبره البعض ظالماً يقول أن الشخص الذي يعمل بجد خالف طبيعته التي لا تؤهله للإبداع، وبالتالي فإن احترام إنجازاته مهما كانت لن يكون كبيراً. وبحسب تجارب العالمة تشاي جونغ تساي على العقل البشري، فإنها تؤكد أن التحيز الطبيعي قد يكون نتيجة معالجة الدماغ غير الواعية للواقع، وبالتالي التفضيل الغريزي للموهبة على الاجتهاد. المفاجئ في كل هذا أنه بحسب مؤتمر الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، فإن أكثر من 80% من الناس يركزون على ذكر اجتهاداتهم على حساب قدراتهم الفكرية. تفسير ذلك أن الناس يميلون لذكر الظهور بشكل متواضع بعيداً عن الغطرسة. على كل حال، سألنا الناس في مصر لماذا يقدر الناس الموهوب بالفطرة أكثر من العمل الجاد؟ نتابع الإجابات. الموهوب بالفطرة ممكن يجيب لك فكرة من بره الصندوق، ممكن يجيب لك حاجة جديدة. العمل الجاد ممكن هو بيشتغل بضميره وكل حاجه، بس ممكن بيغلط او بيشتغل على الرولز اللي هو شغال عليها. انا بقدر العمل الجاد اكتر، لان الواحد بيبذل مجهود وبيبقى عنده هدف هو مسجله لنفسه من الاول. الموهبه بتجبرك انك تشتغل، الموهبه بتجبرك ان انت تبقى تعمل حاجه، لكن انت لو معلش في ناس بتشتغل كتير بس ما بتنتجش، ما بتعرفش تنتج، بس الموهبة تخليك تنتج أكتر. في حاجات معينة بتحتاجها موهبة، ما بينفعش فيها غير الموهبة، وفي حاجات ما بينفعش فيها غير الشغل اللي هو محتاج تعب، محتاج مجهود، لكن بالنسبة ده له مجال وده له مجال. الموهبة في الطريقة دي مش يعني أغلب الناس 99% من الناس بتتولد بنفس معدل الذكاء، بنفس الجينات، بنفس كل حاجة، باختلافات بسيطة بس. عندك موهبة حابب تنميها، حابب تطورها، دي بتساعدك أكتر في إن أنت تشتغل شغل جيد أكتر. طيب، سألنا الناس في السعودية أيضاً لماذا يقدر الناس الموهبة الفطرية أكثر من العمل الجاد، ماذا قالوا؟ الموهوب عنده خيارات واجد ويرضي، يعني يرضي شريحة كبيرة من الناس، أما المجتهد يمشي على منهج واحد، والمنهج واحد ذا قديم، يرضي يعني شريحة قليلة من الناس. يعني أنا برأيي أفضل الموهوب. الشخص الموهوب يعني سبحان الله الإبداعات تجي من عنده، لكن اللي يشتغل على نفسه كل الأشياء اللي يسويها تكون مكتسبة، فهذه ميزة الموهوب عن الشخص الثاني. الموهوب يمكن يقدم أشياء جديدة ويخدم المجتمع اللي هو عايش فيه، ويقدم أشياء جديدة و على عكس اللي يشتغل على نفسه. الموهوب يقدرون الناس اكثر، بس انا اقدر الشخص اللي يشتغل على نفسه عشان يبغى ينتقل لحاجه اكثر واعلى من الحاجه ذي. يعني يتعب
على نفسه ويزيد عنده نشاطه. الموهبة موجودة وقد تكون سبب في النجاح، ولكن أنا من الناس اللي أؤمن بالعمل الجاد والتخطيط، لأن مثل ما يقولون الأمريكان يعني أي شيء يجي بسهولة يذهب بسهولة. وأنا أتفق كمان مع هذا الرأي. على كل حال مشاهدينا، معنا الآن من القاهرة مدربة التطوير والمهارات فاتن سلامة. أهلا بك فاتن معنا في صباح العربية. فاتن، يعني من الواضح بأنه الناس معجبة أكثر بالمواهب الفطرية والمواهب الطبيعية، ولكن يعني أنا من وجهة نظري على الأقل أنه طبعا أكيد يجب، هي ثمينة ويجب أن تقدر، ولكن اللي مثير للإعجاب أكثر هو الإنسان اللي بيشتغل على حاله أكثر من الإنسان اللي خلق ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه الموهبة بدون ما يكون هو له يد فيها. هل ممكن العمل الجاد يعوض ولو حتى جزء من الموهبة؟ صباح الخير راوية، وصباح الخير عادل، وعودا حميدا، والحمد لله على سلامتكم وزوركم على الشاشة من جديد في صباح العربية. وطبعا فكرة الموهبة والعمل الجاد، ودائما ما يعني حتى الاختلاف ده وصل للبزنس أو لإدارة الشركات، وبقى عندهم إدارة في الشركات تسمى التالنت ديفلوبمنت أو إدارة المهارات. رجوعا لسؤالك يا راوية، وكمان اللي من آراء الناس في الشارع وما اتفق عليه، أن الموهبة بلا عمل جاد لن توصل إلى النجاح. النجاح بدون موهبة في حد ذاته هو موهبة. العمل الجاد والوصول إلى هدف معين في حد ذاته هو موهبة. ولكن لماذا يقدر أو يحترم الأشخاص الشخص ذو الموهبة الفطرية أكثر من الشخص الذي يجتهد ويعمل؟ هم هيحترموا وهيقدروا اللي بيجتهد ويعمل عندما يصل، يعني هم مش هيبصوا لكفاحه، مش هيبصوا لما يعانيه في رحلته، ولكن هيبصوا للنهاية، هيتخيلوا أنه هو خلاص ده عمل ده بموهبة. الموهبة زي ما حضرتك ما تفضلتي وقلتي إن هي المنحة اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها للشخص عشان يعمل شيء معين بدون مجهود عضلي أو ذهني، ولكن بيعمله بإبداع. طب ماذا لو هو عنده هذه الموهبة ولكن ما عملش؟ فبالتالي هتبقى الموهبة لا قيمة لها. يعني فكرة الانحياز الطبيعي اللي يعني الموهبة بدون عمل جاد لا تنفع كما تقولي، ولكن العمل الجاد بدون موهبة ممكن وسيوصل الإنسان إلى النجاح. طبعاً طبعاً. وعادل بدأ بمقولة أديسون، أنا هزيد عليها مقولة أينشتاين. عبقرية أينشتاين على حد قوله ليست فقط من الفطرة اللي عنده، أو ليست فقط من الموهبة الفطرية اللي عنده، ولكن لبذله وقت طويل جدا لحل المشاكل. يعني هو بيجتهد حتى يصبح، أو اجتهد ليصبح أينشتاين. خليني أخذ أنا الدور الآخر، من يقول بأنه لا، الموهبة الفطرية هي الأساس، وبالتالي من هو موهوب فطريا مثلا في الموسيقى راح يعطيني مقامات وأنغام تختلف عن من هو يسعى ويحسبها بعملية حسابية أو بتطوير أدواته. هذه تأتي تلقائية وتصل إلى القلب أكثر. الناس بتحب الموهوب فطريا، ميسي ورونالدو. بس رونالدو برضو عنده عنده جمهوره، يعني اكيد انا وراوية من يزعلون علينا النصراويه. لا تفتحين علينا باب فاتن. بنحب ميسي كمان، احنا بنحب كمان ميسي، ولكن عادل فكره الفنون، التمثيل، الموسيقى، الرسم، الكتابه، كل دي مواهب ربنا سبحانه وتعالى بيكون مديها للانسان. طيب هل لو احنا الاثنين انا وانت عندنا نفس الموهبه، ولكن انا ما اجتهدتش ان انا ابتكر شيء جديد، لو ما اجتهدتش ان انا اتعلم شيء جديد، وخصوصا مع طفره الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي اللي موجود حوالينا، والتكنولوجيا اللي كل يوم بتطلع لنا بترند جديد، تفتكر هيكون في كونسيستنسي او استمراريه في نجاحي او نجاحك؟ الشخص الذي يعمل على نفسه ويثقل موهبته بمجهود وعمل، وأن هو يواكب التطور، هو من سوف يستمر. طيب قد يستمر بصقل هذه الموهبة فاتن، لكن التلقائية أقصد أيضا هي حتى مثلا بالفن، لما نقول الإفي يطلع من الموهوب غير لما يكون الإفي مكتوب.
صح، ولكن كم من الكوميديانات اللي عندنا في عالمنا العربي ما بيشتغل؟ يعني الإفيه طبعا دي حاجة تانية، دي حاجة يعني مع الموهبة هو في كاريزما، مع الموهبة هو في حضور، مع الموهبة هو في تقبل للجمهور، ولكن هناك أيضا أشخاص كانوا تراجيديانات، يعني كان هو صحيح. ممثل تراجيدي يعني الذاكرة مش سامحيني أن أنا أذكر أسامي حد، ولكن عمل على نفسه واشتغل على نفسه وتوقفه قدام الكاميرا في الكوميديا فأصبح ناجح في الخط الكوميدي. فبالتالي رجوعا إلى نفس الموضوع، الموهبة وحدها لا تكفي، ولا بد من ثقل الموهبة بالعمل، ولا بد من ثقل الموهبة بأن أنت تعمل تصميم لخطة معينة تقدر توصل للهدف حتى لا تحرق موهبتك او حتى لا مش هحرق حاجه والله انا مش هحرق اي حاجه لا موهبه ولا عمل جاد. شكرا جزيلا لك مدربه التطوير والمهارات أجل سلامه كانت معنا من القاهره. شكرا. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.